المضر طبعا اللي هو كل شيء انه يرتفع هو الانسان العادي، لانه هاي الطماطم ياكلها كل الناس تنو كل بكل المواصفات، ممكن ياكل خبز وطماطه ويشبع، لانه هو الفقير اول ما هو غذاء الرئيسي هي الطماطم. فتدري انه الضعيف لما انه تغلى ما يتحملها، وهذا وضعنا الصعب احنا. والله بالنسبه للطماطم المرقه بيضه راح تصير، لان قبل طماطه 6 كيلوات ب 1000 دينار، هسه صار كيلو ب 2000 دينار ب 1000 ونص. يعني الناس ما عاد يعني شلون، هي طبخه رئيسيه راح تسبب مشاكل حتى بالعائله. لان المرقه بيضه جيك شلون ما تصير. هي كانت كيلوين ب 1000، هسه صعدوها علينا. اكو واحد عندك واحد ما عنده. مو كل اسوي، ما عندي شمين اجيب. يوم اشتغل يوم 10 قاعد. من العلوة كنا نجيبه بيض صندوق 5000. هسه اليوم صندوق ب 26000. يعني نبيعها ب 1000 وربع ما تلزم فلوسه. راس حاجة نبيعها. وي الزرع.